الله الله، ده انا قلت هلاقيك متداري في جحرك زي الفيران. فيران هي اللي بتنط من مركب اللي قوياها لما تحس ان المركب بتغرق، بس عمرها ما بتنكر فيها عشان تغرقها. حتى الفيران طلع ليها قصد وبتفهم عنك يا عبود. قعدتك بالكلمتين المعفنين دول بيقولوا انك مجهز نفسك، صح؟ انت بتشغل دماغك ولا ايه؟ بس ازاي هتشغل حاجه مش موجوده عندك اصلا يا عبود؟ ما تخلص بقى، انت هتفضل تتكلم معاه كتير، ما تخلص عليه، خلينا نخلص في الليله السودا دي. رزم يا غصن الظهر، دورك خلص. وديني جيت لك اهو زي ما انت عايز يا بابلو الغلابه. ها وريني اخرك فين ومين معاك. هتفضل طول عمرك حمار. ما تظبط يلا بروح امك. عايز تفهمني انك هنا بطولك؟ بس بصحتي، مش هتغفل زي النوبه اللي فاتت. هنشوف يا شبح، هنشوف. لفهولي لفه هدايا، عايز اوديه لقبره ومتسلفن. ما تخلص منك ليه؟ ايه اترشيته؟ الله، لسه ما قطعتش وعايز تبقى معلم. انت بتعصر رجالتي عليا يا بابلو. بس ما تقولش رجالتي وتتفرد قوي كده وانت اوطى خلق الله. يعني هي دي المرجله بتاعتك؟ سبحان الله، انت لسه من شويه قاعد تتفرد وسطي ومعامل فيها راجل، دلوقتي بقت مش مرجله؟ عموما ما تقلقش، انا مش وسخ زيك. هلاعبك جولة وفارس لفارس. وأنا بندبك في الميدان والميدان واسع، بس أنت طلعت حمار. تعالى لي. شفت يا اخي روح امك؟ مش قلت لك الخصومة ثابتة واللقاء حسب الظروف؟ معلم بابلو، أنا عايش خدام تحت رجليك، بس سيبني عايش بالله عليك. أقول لك يلا رجالي.